اهلا بيكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقراتنا من داخل مدينة العلمين الجديدة. واي مهرجان بحجم مهرجان العلمين مش بيكون الهدف الوحيد منه هو الترفيه والحفلات فقط، اكيد ده شيء مهم وجزء مهم جدا، لكن في هدف تاني الحقيقة اهم، وهو تنشيط حركة السياحة، سواء حركة السياحة اللي جاية من جذب الجمهور المحلي أو حتى سياحة خارجية بجذب الجمهور الأجنبي. والحقيقة إن الهدف ده قدرت الشركة المتحدة إنها تنجح في تحقيقه. شفنا الجمهور المصري من مختلف المحافظات جاي دلوقتي في مدينة العلمين الجديدة بيحضر فعاليات المهرجان، شفنا الجمهور العربي، وشفنا كمان سائحين أجانب من مختلف بلاد العالم جايين بيشاركوا في مهرجان العلمين الجديدة. والنجاح ده الحقيقة بيكون ليه عوامل كتير جدا غير مجرد تنظيم حفلات لنجوم كبار، لكن بيكون كمان في منظومة متكاملة، منظومة استراتيجية واضحة على أساسها بيقدر المهرجان إنه يكون عامل مهم في جذب السياح وتنشيط كمان حركة السياحة داخل أي مدينة بيكون المهرجان متواجد فيها. النهاردة هنتكلم عن نجاح الشركة المتحدة في تحقيق الهدف ده، وده طبعا بيكون من خلال مهرجان العلمين الجديدة اللي هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضيفنا أستاذ شادي البيلي، عضو نقابة السياحيين ومؤسس مبادرة Come to Egypt. أهلا بحضرتك أستاذ شادي، أهلا مرحب بيك. بيكي وأهلا بكل المشاهدين وأهلا بكم العالمين. أخبارك إيه؟ الحمد لله والله إيه تمام. رأيك في الجو الرائع اللي إحنا قاعدين لا فيه ده؟ أنا تحفة كل طبعا، ضيف تقريبا بيجي يقعد معايا تحفة. لازم أسأله عن رأيه لا في طبعا الجو تحفة. وفي القعدة، لأنه الفيو هنا الواحد مهما اتكلم عنه مش هي يعني مش هيقدر يوصف قد إيه الفيو رائع وقد إيه الجو حلو. دي حقيقة، والواحد بصراحة بيجي بيحس إن هو مش عايز يروح خالص، ده حقيقي. عايز فترة الصيف ما تخلصش وعايز المهرجان ما يخلصش. وبصراحة جو مبدع جدا، ويعني العلمين، هي العلمين طبعا يعني هي كل حاجة، يعني ممكن تلاقيها في جو نشاطات فعاليات، هي هو جو متكامل، وده اللي بيميز العلمين عن أي مدينة ساحلية أو عن أي مكان في مصر. وده اللي وصلته العلمين دلوقتي، يعني لو هنتكلم عن العلمين زمان، شوف العلمين زمان كانت عاملة ازاي، وشوف دلوقتي العلمين بعد المجهود الكبير جدا جدا من سيادة الرئيس ومن الحكومة في ان هي تقدر توفر مدينة بملامح عالمية بالشكل ده. بالظبط. كلمني أكتر عن العلمين قبل مهرجان العلمين وبعد مهرجان العلمين في نسخته الأولى والنسخة الثانية. يمكن العلمين قبل مهرجان العلمين، يمكن هي كانت بالنسبه لكتير من الناس بتسمع العلمين هي شايفاها ممكن تكون عباره عن ناطحات سحاب، عباره عن مدينه من المدن العمرانيه في الحديثه، عباره عن مدينه ساحليه. لكن بعد المهرجان او بعد مهرجان العلمين انا بشوف ان هي تحولت من مجرد او مدينه ساحليه زي مدن كتير في مصر الى مدينه ساحليه عالميه بمواصفات عالميه، بتسويق مختلف تماما، تغيير مفهوم السياحه في مصر بشكل كبير جدا. فبشوف ان مدينه العلمين هي نقله نوعيه بالنسبه للسياحه المصريه، وهي انا بعتبرها زي بالظبط كده بوابه مصر نحو العالميه، وان هي تحط السياحه المصريه في مكان تاني خالص غير المكان المعهود. فكره كمان تغيير مفهوم السياحه الشاطئيه، وان انت بتسوقي بشكل جديد. احنا شفنا في مصر فيها مدن كتير ساحليه، ولكن اللي بيميز العلمين عن غيرها من المدن السياحيه فكره الفعاليات اللي بتقام عليها، فكره التسويق اللي عليها، فكره الفخامه والحداثه في نفس الوقت، وان هي بتجمع صحيح. زي ما احنا بنقول بين الجمال وبين الروعه في الطقس، بين البحر بتاعها الجميل وبين بقى الشغل اللي بتشتغله الدوله المصريه. وشايفين طبعا رؤيه القياده السياسيه ان كل المنظومه او كل المؤسسات المصريه بتعمل لهدف واحد، وهو فكره انجاح المهرجان، وفكره ان هو يكون كل نسخه بتقدم تكون مختلفه عن النسخ اللي قبلها. انا بشوف ان المهرجان السنه اللي فاتت كان مهرجان كويس، ولكن انا كنت بشوف ان يعني محلي، كنت بشوف ان زواره من السياح العرب والمصريين. انا شايف ان السنه دي في شريحه كبيره من السياح الاجانب والسياح العالميين
المغنيين بدأوا يجوا للمهرجان، ودي فكرة ان نقلة المهرجان السنة دي عن السنة اللي فاتت ان هي بدأت تاخد شريحة وبدأت يحصل نوع من انواع التوافد بالنسبة للسياح الاجانب. بتستهدف السياح الاجانب، انت في النسخة الحالية بتستهدف السياح بالزبط. العرب والسياح الاجانب. النسخة اللي فاتت من المهرجان الزوار كانوا حوالي 1,000,000 زائر اللي توافدوا على المهرجان في نسخته الاولى. كلمني عن النسخة الثانية، متوقع عدد الزوار هيصل لكام زائر في النسخة الحالية؟ يمكن هو بص يعني انا احنا دايما ما بحبش احط عدد، مش عايزين نقاطع بالظبط ودايما ما بحبش فكرة ان احنا، لان الحاجات دي بتبقى يعني صعب ان انت تعملي كنترول عليها وصعب ان انت تتوقعي، ولكن اللي اقدر اكده لك ان العدد هيكون اضعاف مضاعفة عن السنة الماضية وعن السنة اللي فاتت، وده احنا شايفينه لامسينه في الحفلات، لامسينه في ضخامة التجهيزات، لامسينه كمان ان المدينة بقت مجهزة والقدرة الفندقية بتاعتها واستيعاب الغرف الفندقية بقت مجهزة وجاهزة ان تستقبل اكتر من السنة الماضية. ففكرة الاستيعاب او فكرة الزوار السنة دي انا شايف ان هو هيكون اكبر بكتير. حابب اضيف نقطة ان احنا شايفين ان بقى في شريحة من السياح الاجانب بدأت تخش في المهرجان، ودي نقلة نوعية اللي احنا بنتكلم عليها، ان بقى المهرجان تحول الى مهرجان عالمي وليس مهرجان محلي. وكمان فكرة اللي انت بتتكلمي عليها اللي هي فكرة دعوة زيارة لمصر والتسويق لمصر عن طريق مهرجان العالمي. ايوه عايزين نتكلم بقى عن النقطة دي بالتفصيل، لانه دلوقتي المهرجان هو بيستهدف الزوار من كل انحاء العالم وليه جزء كبير جدا من استقطاب السياح، فعايزين نتكلم عن البوينت ديت بشكل خاص بالتفصيل، عايزين نتكلم عنها. هي فكرة استقطاب السياحة، يعني انت دلوقتي لما بتحبي تروجي للمنتج السياحي بتاعك او تروجي للمنتج المصري لازم يتعمل نوع من انواع الريفريش ولازم يتعمل نوع من انواع التنشيط. انت لما بتعملي تنشيط بتحاولي دايما تبتكري في الافكار، تبتكري في المنتج، يمكن المنتج المصري او المنتج السياحي المصري يمكن الفكره السائده حول العالم ان احنا عندنا السياحه الاثريه، عندنا الاهرامات، فما بتكلمي اي حد عن ايجيبت اول حاجه بتروح لدماغه الاهرامات، الاثار، السياحه الاثريه، بعض الشواطئ زي شرم الشيخ، الغردقه. لكن فكره ان انت تبداي تسوقي ان انت عندك مدينه متكامله صحيح. على احدث مستوى، فكره ناطحات السحاب والمناظر اللي ملامح مش معهوده عالمية. ملامح عالميه مش متعودين نشوف المناظر دي في مصر، او يمكن مدينه بطراز عالمي بمعنى الكلمه. وبعد كده كمان انت ما انشاتيش المدينه وخليتيها مدينه فاخره وبس، لا انت بدات تشتغل عليها ان انت تحط فيها فعاليات من كل الانواع. بتتكلم عن السياحه الثقافيه موجوده في مدينه العلمين، السياحه الشاطئيه موجوده في مدينه العلمين، السياحه الرياضيه، كل انواع السياحه موجوده في مدينه العلمين. ده اللي بيخليها يعني انت كده بتحاولي ان انت تستقطبي كل انواع السياح، اللي عايز يجي العلمين عشان الشاطئ موجوده، اللي عايز يجي عشان الفعاليات موجوده. فلا طبعا ده احسن تسويق للمنتج السياحي المصري والشاطئ المصريه عن طريق العلمين. لو هنتكلم عن السياحه الرياضيه، دايما الرياضه بيكون ليها دور كبير جدا وبتجذب اهتمام عدد كبير جدا من الناس. لو هنتكلم عن الفعاليات الرياضيه، بنشوف بطولات في مختلف الالعاب بتشارك في المهرجان، بنشوف مناطق مخصصه كمان للسباقات وللالعاب الرياضيه الشاطئيه في مدينه الالعاب، الحقيقه رحتها جميله جدا على البحر كده، حاجه رائعه. لو هنتكلم عن كل التفاصيل ديت وهنتكلم عن الفعاليات الرياضيه، قد ايه بتفرق فكره الفعاليات الرياضيه في جذب عدد كبير من الزوار؟ السياحه الرياضيه والرياضه بشكل عام هي ليها شعبيه كبيره جدا، واحنا بنشوف دايما ان الرياضه هي يعني يمكن هي من اكتر الفعاليات ومن اكتر الانشطه الترفيهيه اللي بتجذب كل انظار العالم. ففكره ان انت تجذبي شريحه المهتمين بالرياضه وتتجه انظارهم نحو العالمين الجديده عن طريق استغلال الرياضه في التسويق للسياحه، دي فكره ممتازه جدا. عندنا كل الناس اللي بيبقوا مهتمين بسباقات السيارات، كل الناس اللي مهتمين بالرياضات الشراعيه ورياضات البحر، بنتكلم كمان على نوع من انواع الرياضه او من نوع السياحه الرياضيه وهي سياحه اليخوت. وهي بقى دي اللي احنا عايزين نتكلم عليه باستفاضه، ان مدينه العلمين فيها الارينا، منطقه الارينا ومنطقه المارينا كمان اللي هي مجهزه اللي هي ان هي تستقبل احدث السفن واحدث الرحلات البحريه. متعودين كمان في مصر ان بيكون في السياحه النيليه، ولكن احنا مش متعودين على فكره السياحه البحريه وفكره ان مصر بقى فيها العديد من الموانئ اللي بتشتغل عليها الدوله، ابتداء من ميناء العلمين، ميناء طبعا المدن الجديده زي المنصوره الجديده، دمياط الجديده. فكره ان انت تبداي تعملي رياضه او تعملي سياحه بحريه ابتداء من المارينا اللي هنا وانطلاقا بساحل البحر الابيض المتوسط، دي فكره ممتازه
فانا بشوف ان مدينه العلمين هتكون انطلاقه ان انت تبداي تبتكري في انك انت تبداي تنوعي في السياحات بتاعك عن طريق السياحه الرياضيه، عن طريق السياحه الشاطئيه، سياحه اليخوت زي ما قلت لك، سياحه الطعام اللي احنا شايفينها موجوده السنه دي في مدينه العلمين، ودي يمكن من اكتر انواع السياحات اللي عجبتني وفكره مبتكره جدا. عجبتنا كلنا الحقيقه جدا بالظبط. اي حاجه ليها علاقه بالاكل كلنا بنحبها. لا فكره انت طوراها بقى، وفكره الكالتشر وان انت تبقى في تلاقي للثقافات وللاكلات بتاعتنا، وان احنا نبدا بقى جه الوقت ان احنا نبدا نسوق للاكلات والطابع الثقافه بتاعتنا نصدرها من مدينه عالميه زي مدينه العلمين. ده مهم جدا. شفنا طبعا مهرجان نبته، مهرجان الطفل، وفكره صحيح. ان انت بتبتكري كمان، يعني انا عاجبني كمان ان احنا بنحط بصمه عن السنه اللي فاتت في العديد من الفعاليات، وانا شايف ان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها هتكون العلمين الجديده بوابه للابتكارات السياحيه، وكل ما يتمناه السياح حول العالم هيكون موجود في مدينه العلمين الجديده ان شاء الله. لو هنضيف كمان على الفعاليات الرياضيه، خلينا نفتكر انه كمان في البطوله اللي هي بطوله قضية لرياضة الام ام اي كنا بنتكلم عنها من كام يوم بالظبط. الرياضات دي او البطولات دي بتضيف كتير لفكرة السياحة، لانه اللي انا عارفاه عن الام ام اي او بطولة الام ام اي هتقام هنا هتستقطب كمان 12 لاعب اجنبي، دي حقيقة، غير اللاعبين المصريين. فاللاعبين الاجانب دول بالتأكيد جايين معاهم اسرهم، معاهم اصدقائهم، معاهم اشخاص جايين بالزبط. معاهم عشان يشجعوهم، فدي اكيد حاجه مهمه جدا بالظبط. وكمان فكره استغلال الطقس، انت بتتكلمي على كل الرياضات اللي انت بتتكلمي عليها دي، في رياضات كتير منها قايمه على الطقس زي الرياضه الشرعيه، زي الرياضه البحريه قايمه على فصل الصيف وفصول طبعا في فصل الشتاء كمان برضو، ولكن فكره ان الرياضه هي الاهتمام الاكبر واللي بيجذب عدد كبير من السياح ومن المهتمين حول العالم. يعني فكره ان انت تحاولي تستقطبي السياحه الوافده لمصر من شرائح مختلفه، لو ما عرفتيش تستقطبيهم عن طريق السياحه الشاطئيه هتستقطبيهم عن طريق السياحه الرياضيه. بنتكلم على نوع سياحه برضو مهم جدا هو سياحه الزفاف، وفكره ان احنا بدانا نشوف اماكن في مصر سياحه الزفاف بالظبط، ان احنا بدانا نشوف اماكن في مصر بيتعمل، وشفنا في الاهرامات مؤخرا الشخصيات المشاهير بيجوا يعملوا الزفاف بتاعهم في مصر. مدينه العلمين الجديده طبعا هتكون كمان كل المريدين اللي هم حابين يعملوا سياحه الزفاف او يعملوا عقد زواجهم في مدينه ساحليه بالمواصفات العالميه دي. كمان بنتكلم على خلينا نقف عند سياحه الزفاف دي، لان دلوقتي انا كل شويه الاقي حد من صحابي بعت لي يقول لي انا فرحي في الساحل هنا، انا فرحي في مدينه العلمين دلوقتي. فكله دلوقتي بقى بيتجه ان هو يعمل حفل زفاف بسيط بالظبط، غير مكلف، لانه حط خط مليون خط تحت غير مكلف بالظبط هنا في مدينه العلمين بمناظر طبيعيه في منطقه الساحل، وخاصه انه خلاص هو عارف اللي بيعمل فرحه هنا ان كل الناس موجوده في المنطقه بالظبط. وعايز اقول لك برضو ان دلوقتي انا حضرتك سالتيني في الاول ايه فكره المهرجان او ايه بعد المهرجان، انا شايف ان مدينه العلمين تحولت بعد المهرجان ان هي بقت براند. اي حد دلوقتي خلاص انا هروح العلمين عشان اتصور هناك، خلاص هو بيتكلم على مكان بقى خلاص محط انظار العالم، مكان بيبقى كل الفنانين متواجدين فيه، كل الشخصيات العالميه موجوده فيه، فخلاص هو هيجي يعمل فرحه في المكان ده او هيجي في المكان ده علشان هو خلاص بقى مكان ايقونه ومعروف لكل الناس. فسياحه الزفاف دي من اهم الحاجات اللي انا شايفها. كمان انا شايف ان شاء الله من ضمن النتائج اللي هتبقى كويسه من بعد المهرجان ان هتبقى ده في شركات من شركات العروض والازياء هتيجي تعمل العروض والازياء بتاعتها في هذا المكان اللي هو شفنا لو افتكر النسخة اللي فاتت كمان مايكل شينكو كان عامل بالزبط. كان عامل عرض ازياء هنا والحقيقه كان رائع، يعني بالظبط. ففكره احلى الحاجات اللي اتعملت النسخه دي حقيقه. ففكره ان انت الناس بتسال ليه دايما المهرجانات دي بنصرف عليها وليه بنعملها بالشكل ده، لان هي دي اللي بتخلي بعد كده يجي استثمارات للبلد، دي اللي بتقوم السياحه، دي اللي بتخلي ان يكون في جذب للسياحه الوافده وتفتح عندك فرص لتشغيل الناس وفرص كمان ان انت تخلقي وتقولي ان مصر مش سياحه اثريه. وده يمكن احنا كمان كنا بنحب نتكلم على الموضوع ده ان مصر فيها كل السياحه، انا ما بحبش ان اختصر مصر في الاهرامات ولا في السياحه الاثريه، طبعا نصيب الاسد مصر فيها كل فيها حاجه كل حاجه فيها كل حاجه بالزبط. واللي بيجي مصر يعني لازم يكررها بالزبط. وبيبقى في حاجه بتربطه بان هو يرجع لها مره ثانيه، عشان كده احنا نفسنا الناس اللي ما جاتش ولسه ما شافتش بلدنا تيجي تشوفها عشان هم فايتهم كتير بالظبط. ودي حاجه مهمه جدا سياحه المهرجانات، يعني احنا بنتكلم عنها النهارده واللي بتحصل حاليا في مدينه العلمين. سياحه المهرجانات بتفرق بشكل كبير جدا وحاجه مشهوره عالميا والناس كلها بتعملها، كل العالم بيعملها. قولي مصر قدرت تحجز مكانه لنفسها في سياحه المهرجانات؟
انا شايف ان يمكن احنا كنا بنعمل مهرجان كتير في مصر، ولكن انا شايف ان مهرجان العالمين وما يحظى به من دعم للدوله المصريه ومن اهتمام من الشركه المتحده ومن كل المؤسسات الكبيره، وشايفين السبوت الاعلامي والتسويق اللي حاصل، فشايف ان لا، مصر بقت في مصاف الدول العالميه طبعا العربيه والعالميه طبعا بشكل خاص، لان شفنا ان المهرجان قدر يوصل لكل انحاء العالم. بتتكلمي على الممثلين، بتتكلمي على الفنانين، بتتكلمي ان انت عندك مطربين او عندك فنانين من كل جنسيات العالم هيجوا على مصر، وده اللي ممكن نعمله في مهرجانات تانية وفي سنين تانية، ان نبدا نجيب فنانين عالميين يجوا هنا. فلا، بشوف ان مصر قدرت عن طريق مهرجان العالمين والتسويق ليه ان هي تكون في مصاف الدول السياحيه بالزبط. العالميه. كنت لسه عايز اسالك ايه اللي ممكن نعمله عشان نقدر ان احنا نستقطب المزيد من السائحين الأجانب، مش بس السائحين المصريين أو العرب، لا احنا عايزين نوري للناس أكتر بلدنا، وعايزين الناس تيجي تشوف بلدنا بشكل أكبر. إيه اللي ممكن نعمله في النسخ القادمة عشان يكون هدفه استقطاب السائحين الأجانب؟ فكرة بقى إن أنت تبدأي تدخلي الصبغة، زي ما احنا شفنا السنة دي إن احنا بدأنا نتوسع في موضوع الفعاليات، شفنا حفلات كتير، شفنا البرامج اللي بتقام من وزارة الثقافة، البرامج والعروض بتاعتنا، العروض التراثية. بشوف إن احنا ممكن بعد كده نبدأ ندخل الكالتشر المصري. احنا شفنا ده في سياحة الزفاف، في سياحة الطعام السنة دي، ممكن تبدأي تسوقي للمنتجات بتاعتك الحرفية او المنتجات اليدويه، تبقى موجوده هنا، بتبقى معموله عن طريق معارض بيكون فيها الشغل اليدوي المصري، سواء من شغل من اسوان او من بدو او الكلام ده. ده جزء. الجزء الثاني كمان ان انت تبداي كمان تجيبي الحاجات او الفن اللي يكون فيه عروض عالميه، افلام اجنبيه، يكون عندك مسارح او عروض بتتعمل باكتر من لغه، وفكره التواصل باللغات مهمه دي، او باللغه الانجليزيه، ان انت تبداي تعملي عروض بالشكل ده، او موسيقى اجنبيه او من مختلف دول العالم، فده هيستقطب طبعا نوع او شريحه مهمه من الشرائح الاجنبيه. شايف السائح الاجنبي ايه اللي بيحب يلاقيه في المكان اللي بيروحه؟ بيحب يلاقي دايما البساطه، وبيحب دايما يلاقي الجو الحلو، وهم يعني ممكن الناس يبقى فاكره انه بيحب يلاقي البهرجه او ان هو يكون عايز يشوف البلد اللي هو رايحها شبه بلده. انا بحس انه العكس دايما، ان هو بيدور على شيء هو مختلف. هو بيسافر علشان يشوف حاجه مختلفه، وهم دايما بيحبوا في الميدل ايست، وبيحبوا عندنا في مصر دايما فكره البساطه وفكره الهيستوري. احنا عندنا حاجه مميزين بيها مش موجوده في اي مكان في العالم، وهي التاريخ، وهي الماضي، وكمان الطقس. يعني احنا عندنا حاجتين في مصر مش موجودين في اي مكان في العالم، وهي فكره الطقس والطبيعه اللي احنا شايفينها، والميه والبحر الرائع اللي موجود في الساحل الشمالي وفي انت عالمين، وكمان التاريخ والهيستوري بتاعنا. فبشوف ان احنا نقدر عن طريق المنتجين دول لو سوقناهم بشكل كويس وبشكل عالمي زي ما بدانا نعمل في العالمين الجديده، احنا هنقدر نجذب شريحه كبيره من السياح الاجانب لمصر. فطبعا فكره ان احنا نبدا يعني نستفاد ونعظم السياحه بتاعتنا عن طريق السياحه الشاطئيه والسياحه الاثريه باشكال زي ما بنعمل دلوقتي وندخل فيها فعاليات، ده هيجذب شريحه كبيره جدا من السياح الاجانب. لو هنتكلم عن قد ايه المهرجان فاد الاستثمار بشكل كبير، شايف فرق قد ايه النسختين دول من المهرجان في الاستثمار السياحي لمدينه العالمين؟ احنا بنتكلم على النسخه الاولانيه، انا عايز اقول لك ان انا برضه عند كلامي النسخه الثانيه انا شايفها، لان احنا شايفين ردود الافعال دلوقتي طبعا اضعاف الاضعاف أكيد الاضعاف بكتير. بالظبط، وده اللي هيخلي فكره الاستثمارات، واللي قلته لحضرتك في الاول، فكره الاستثمارات هتزيد، لان خلاص اي حد دلوقتي، حد حابب يسكن في العالمين، حد حابب يجي يتفسح في العالمين، حد يجي يتصور حتى ويمشي في العالمين، فهي بقت براند. انت دلوقتي خليتيها في مصاف المدن العالميه. انا بشوف ان العالمين عدت مدن كتير موجوده في مصر من طريق التسويق، لان انت ركزت عليها في الناحيه الاعلاميه وركزت عليها في التسويق والفعاليات. وهرجع واقول لك الناس كل سنه هتستنى تشوف ايه الجديد في العالمين. احنا شفنا السنه دي في جديد. صحيح. ان شاء الله السنه في جديد. ففكره الاستثمارات ان العالمين نو انت ان شاء الله النسخه القادمه هتكون اقوى، والكل دلوقتي خلاص الاتجاه بتاعه انه بيستثمر او بيحاول ان هو يستثمر في مدينه العالمين عشان هو ده الجاي في الفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ لحضرتك. شادي بالي، نورتني، كنت سعيده بوجودك معانا هنا. انا اسعد طبعا. في برنامج من العالمين. ربنا يخليك. شاهدينا فقراتنا لسه مستمره، وخليكم معانا عشان نشوف فقرات اكتر من داخل مدينه العالمين الجديده.